في 18 من يونيو عام 2013 كانت حلقة جديدة من مسلسل أخوانة الدولة المصرية تجري على قدم وساق، بعدما أقدم الرئيس مرسي على تعيين 17 محافظاً جديداً بينهم 7 من جماعة الإخوان المسلمين، ليرتفع عدد المحافظين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة إلى 13 محافظاً من بين 27 في العام الأول من حكم الجماعة. بلغت صدمة المصريين مداها بعدما أعلن اسم عادل الخياط القيادي في حزب البناء والتنمية الجناح السياسي للجماعة الإسلامية التي نسب إليها كثير من أحداث العنف في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته ضد الوفود السياحية، ليكون محافظاً لأهم مدينة سياحية في العالم، مدينة الأقصر. وبينما يتابع المصريون في اليوم نفسه صدمة اغتيال جديد لأحد ضباط الشرطة أمام منزله في بورسعيد على أيدي مجهولين، أشعلت أنباء حركة المحافظين التمرد ضد حكم جماعة الإخوان العنصري. خرجت جموع المتظاهرين الغاضبين في المحافظات ليغلقوا دواوين المحافظات، معلنين رفضهم دخول المحافظين إليها اعتراضاً على تعيينهم، ومتحدين قرار أخوانة الدولة المصرية بلافتات تطالب مرسي ورفاقه بالرحيل. في الفيوم، وبعدما أقدم أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على صفع سيدة جاهرت بكراهيتها لحكم الإخوان، دارت اشتباكات مسلحة وأحداث كر وفر بين عدد من المواطنين ومظاهرات تأييد الإخواني أدت إلى إصابة نحو 59 مواطناً وكثير من التلفيات في الملكية العامة والخاصة في محاولة لترهيب المواطنين من نتائج الإقدام على خروج المتظاهرين ضد حكم الجماعة في 30 من يونيو.